إلى جنوب شرق العاصمة عمان يتواجد مشروع العطارات للطاقة المستخرجة من حرق الصخر الزيتي، وسيلبي نحو 16% من حاجة الأردن للطاقة الكهربائية. وهذا المشروع الذي ينفذ بشراكة صينية ماليزية سيكون جاهزا لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2020، ويعتبر أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في الأردن والأول من نوعه في المنطقة. هذا المشروع بكلفة تزيد على 2 مليار دينار باستثمار ماليزي وصيني، والمشروع مهم جدا للأردن كمصدر طاقة محلي بالكامل، ويشغل المشروع 5000 عامل في مراحله الأولى و1000 عامل بعد بدء العمل. أود أن أؤكد أن الاستثمار في الأردن آمن ومشجع ومجدي جدا. ومشروع العطارات سيستهلك سنويا نحو 12 مليون طن من الصخر الزيتي لتوليد ما يقرب من 500 ميجا وات من الكهرباء في ذات المدة. وقد تم إدراك التأثير البيئي للمشروع مسبقا، حيث تم تصميم المراجل البخارية لتكون صديقة للبيئة. وهذا مصدر طاقة محلي له بعد استراتيجي، يخفف الاستيراد بحسبة بسيطة. يعني هذا المشروع راح يوفر مستوردات نفطية على المملكة بحدود 300 مليون دولار سنوي، وهذا جيد للاقتصاد لما بنحكي عن فرص عمل. خلال فترة الإنشاء اللي احنا فيها الآن راح الرقم يوصل لحوالي 5000 فرصة عمل، الأولوية فيها إلى أبناء المنطقة. الاحتياط المثبت من الصخر الزيتي في الأردن بنحكي بحدود 75 مليار طن. شو يعني هذا؟ يعني أنه هذا بكفي الأردن من الطاقة ل 1500 سنة. وتخدم هذه المشاريع المجتمع المحلي من خلال توفيرها لفرص العمل خاصة لأبناء المنطقة الذين سيكون لهم نصيب منها، سواء في مرحلة البناء أو في مرحلة العمل بصورة عامة. الآن في أكثر من 200 شخص من المجتمع المحلي شغالين بالموقع. كل الآليات، معظم الآليات، التنكات والقلبات بيشتغلوا بالحفريات، هم الآن شغالين. في كمان وظائف إدارية، في حرس، في سلامة عامة، في مهندسين. فانعكس جيدا على الوضع الاقتصادي للمجتمع المحلي. مشروع العطارات لاستخراج الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية من المشاريع الهامة للأردن وأمن الطاقة. محمد العويمر، التلفزيون الأردني.